إلى الفستق الحلبي، وما في حدا ما بيحبه، خاصة فستق الحلبي حماه وحلب كتير طيب يعني. أكيد. حصل تلفزيون سوريا على صور خاصة من مدن خطاب، مورك، كفر زيتا في ريف حماه، لما قال عليه موسم الفستق الحلبي بعد سيطرة النظام على هذه المدن وتهجيره لأهلها وامتناعه عن تقديم الدعم لمن؟ طبقة. نعم نور، وبالنسبة لمساحات واسعة من المدن الثلاث فإن المعلومات تشير إلى سيطرة النظام وميليشياتها المسلحة عليها، إذ باتوا المتحكمة بإدارة تلك الأراضي الزراعية من بيع أو شراء أو حتى زراعة. نناقش تفاصيل هذه المعضلة بعد متابعة المادة الآتية. لم يتبقى أمام أهالي ريف حماة ممن بقي منهم في منزله وأرضه سوى قطاف محصولهم من موسم الفستق الحلبي ولو قبل أوانه، في حال تسنى لهم ذلك وأخذوا الإذن بقطاف المحصول من قبل نظام الأسد. يتمكن تلفزيون سوريا من التقاط صور خاصة من كفر زيتا وخطاب ومورك في ريف حماة، لما آلت إليه الأراضي الزراعية بعد سيطرة النظام على المنطقة بعد حملة عسكرية دامية. آلاف الأراضي من الفستق وضع نظام الأسد يده عليها بسبب غياب أصحابها نتيجة تهجيرهم أو سفرهم خارج البلاد مع بدء الثورة السورية، ليتم عرضها للقطاف ضمن بازارات وعقود سنوية في مبنى محافظة حماة. ومع الضغط الكبير الذي يواجهه المسؤولون عن تلك الأراضي لم يكن أمامهم سوى القيام بقطاف المحصول قبل أوانه بشهر أو أكثر، تجنباً لعمليات السرقة التي تجري تحت عين نظام الأسد وبمباركته، وقد تكون في معظم الأحيان تحت إدارته. أراض كثيرة وغير محمية من أصحابها أو الموكلين بها تعرضت لعمليات سرقة متكررة خلال السنوات الماضية تقدر بالملايين، ولم تتسنى لأصحاب الأملاك المنهوبة مراجعة حكومة النظام أو استرداد حقوقهم بسبب الملاحقات الأمنية. وتتراوح أسعار الفستق الحلبي المقطوف مبكرا بين 8000 إلى 10000 ليرة سورية للكيلو الواحد غير المقشر، حيث يتم بيعه لمحال الحلويات في مدينة حماة أو المحافظات الأخرى. للحديث عن هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا منير الحاجي، مراسل تلفزيون سوريا من جسر الشغور. مساء الخير منير. أهلا فيك منير. منير، تحت غطاء ورعاية من النظام يتم سرقة هذه المحاصيل، من هي الأطراف المشاركة في سرقة محاصيل الناس في تلك المناطق في حماة، في ريف حماة؟ نعم، يعني حقيقة منذ تهجير الأهالي في منتصف 2020، طبعا شباط 2020، قامت قوات النظام بالاستيلاء على هذه الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمدنيين هجروا قسرا من أراضيهم أجراء العمليات العسكرية في تلك المنطقة. طبعا قوات النظام عمدت على الاستيلاء على هذه الأراضي الزراعية بشكل أو بآخر، سواء بسن قوانين جديدة رغم أن هنالك قوانين تتعارض مع القوانين الحديثة التي يعني قاموا بسنها للاستيلاء على هذه الأملاك الخاصة للأهالي. طبعا هنالك عدد من القوانين بحجة أنهم معارضون. نعم منير، تحت ذريعة الإرهاب وتحت ذريعة أنهم يعني أصحاب الأراضي لم يتواجدوا فيها. طبعا هذه القوانين بمجملها تتعارض كما قلت مع بعض القوانين، منها المادة الخامسة عشر من هذه المادة الخامسة عشر من الدستور، والتي تتحدث يعني عن منع الاستيلاء على الأملاك الخاصة سوى للمصلحة العامة وبتعويض أيضا لصاحب الأرض، وهنا لا يوجد صاحب الأرض. عفوا. صح منير، ولا يهمك، فيك تأخذ نفس إذا بدك. لا يتم تعويض يعني أصحاب الأراضي الزراعية، ولا يتم يعني حقيقة التعويض لأصحاب الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى أن النظام يقوم بسن هذه الأمور بعد أن يقوم سنويا باستدعاء الأهالي أصحاب هذه الأراضي وطلب يعني مراجعة مؤسساته لإثبات ملكية الأراضي سنويا. طبعا الأهالي غالبيتهم فروا من نظام الأسد تحت وقع الضربات العسكرية وخوفا من يعني بطش النظام. اليوم يعني هؤلاء لا يستطيعون إثبات ملكية الأراضي ولا يستطيعون العودة
إلى مناطق. أليس هناك حجاج منير تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي بالنسبة للسكان والمزارعين يعني الذين يملكون تلك الأراضي؟ المشكلة حقيقة يعني تكمن في أن صاحب الأرض هو مهجر منها وهو نازح إلى المناطق الشمالية، الشمالية على الحدود السورية التركية، ولا يستطيع الذهاب بنفسه إلى مناطق سيطرة النظام، لأنه لو ذهب سيخاطر بحياته وسيكون حتما ستكون حياته يعني عرضة للابتزاز أو يعني السجن وما إلى شابه. لذلك يعني تكون الحياة مقابل الأرض يعني أغلى من الأرض بالتأكيد، رغم غلاوة الأرض على أصحاب هؤلاء الأهالي. طبعا المؤسسات لدى قوات النظام، المؤسسة العسكرية خلال السنة الماضية كانت قد طرحت يعني عدد من الأراضي بالمزادات العالية. طبعا ونحن نتحدث عن الأراضي الزراعية التي زادت أو بقيت بعد عمليات القص أو الاحتطاب لهذه المزارع، كان هنالك احتطاب لأعداد كبيرة من هذه المساحة. طبعا المساحة الجغرافية في هذه المنطقة للمزروعة طبعا في محافظة حماة ربما تتصدر المحافظات السورية، رغم أن الفستق الحلبي ربما يرتبط مع باسمه بمحافظة حلب. تخطر على بالك فورا حلب، لكن هي أيضا تزرع بأرياف حماة. هذا بما يخص منير الأهالي اللي عندهم أراضي هن خارج سوريا. طيب في اليوم أهالي هن داخل سوريا وأيضا بحقولهم، اليوم الناس عم تقطف الفستق الحلبي قبل وقته. بالعادة إمتى بيتم قطاف الفستق الحلبي؟ نعم يعني الحقيقة يتم قطافة الفستق الحلبي يعني بعد الشهر التاسع مباشرة، لكن حقيقة الأهالي يقومون بقطاف الفستق الحلبي، ونحن نتحدث عن الأهالي في منطقة سيطرة النظام والتي تأخذ الأذن من قوات النظام للدخول إلى مزارعهم، كون غالبية المزارع تقع في منطقة ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي التي تشهد عمليات عسكرية وتصعيد وتوترات. لذلك يرتبط أصحاب الأراضي حتما سيكون هنالك أذونات من قبل قوات النظام للسماح لهم بدخول مزارعهم القريبة ربما من هذه المنطقة. طبعا بالنسبة للمساحة في هذه المنطقة تقدر ب 700 دنم، يعني 700 ألف دنم عفوا بمنطقة ريف حماة الشمالي، وأيضا يقابلها مثلها في منطقة ريف إدلب الجنوبي طبعا الذي يقع تحت سيطرة النظام. لكن منير السؤال، لماذا هذا القطاف المبكر بتلك المنطقة؟ أنت عم تقول بالشهر بعد الشهر التاسع. نعم نور، يعني فترة منيحة مثلا، هلا قطافه هو مناسب ولا يعتبر قطاف مبكر؟ نعم يعني نور بالتأكيد هو قطاف مبكر، يعني خوف المزارع على أملاكه التي تتعرض للسرقة يعني خلال السنة الماضية، وتكرر هذا الأمر حدوثه عدة مرات، لاسيما كما ذكرت بأن المنطقة هي منطقة عسكرية يعني لا يستطيعون الدخول إليها متى يشاءون، وبالتالي تكون عرضة للميليشيات التي تمتهن يعني التعفيش والسلب وما إلى شابه. طب حتما ستكون عرضة لها. نعم. إذا افترضنا بأن النظام أو المزارعون قد حصلوا على أذن لكي يحصدوا محصولهم، كم تبلغ الاستفادة القصوى للمزارع في حال تم الاستيلاء على هذه المحاصيل؟ يعني هل تؤخذ بالكامل أم يحصل المزارع على نسبة منها؟ كيف؟ نعم. ما الذي يحصل؟ نعم يعني حقيقة الحصة التي يحصل عليها المزارع حتما سيكون يعني ستباع في المناطق. طبعا هنالك بعض المزارع الذين كما ذكرت هجروا أصحابها منها وطرحت في المزادات العلنية للاستثمار من قبل يعني أشخاص تابعين للنظام الأسد الذين يمتهنون كما ذكرت السلب وما إلى شابه. طبعا والقسم الآخر الأهالي الذين يدخلون مزارعهم بعد موافقة نظام الأسد ودخولهم إلى المزارع يعني يرتبط في أوقات معينة من السنة، لكن يلجؤون إلى يعني قطاف الموسم بشكل مبكر تجنبا كما قلت لعمليات السلب والنهب. طيب ما هي المعايير التي يعطي بها النظام أذونات بالنسبة للمزارعين لكي يحصدوا محصولهم؟ هل هناك معيار بالنسبة للنظام؟ ليس هنالك معيار محدد، لكن بالتأكيد هنالك أطوات تفرض على المزارعين الذين يدخلوا إلى هذه المناطق، لا سيما باجتزاء ربما يعني قسم من هذه المواسم، بالإضافة إلى أثناء البيع يتم هنالك يعني الأرباح التي يعني ستكون حتما للتجار الذين سيتم يعني مبيع هذه المواسم لهم، وهم يتبعون بشكل أو بآخر للنظام الأسد في مدينة حماة، والذين يعني يقومون بشراء هذه المواسم من أصحابها. طبعا الآن يعني كما تحدثتم يعني ويقوم الأهالي
قطاف المواسم قبل أوانها، هذا بشكل أو بآخر يعطي للمزارع فرصة للحصول على أكبر قدر من أرضه، ولا يعني بأنه سيقوم بجناية موسمه بشكل كامل. ربما هنالك بعض الأيام لا يتم السماح للأهالي بدخول المزارع، هو محكوم لوقت يحدده النظام يعني سنويا. نعم. طيب منير، كيف الأسعار اليوم، وهل تأثرت الأسعار إذا يعني المزارع قام بقطف هذه الثمار، ثمار الفستق الحلبي، وباع بالسوق، هل بتأثر على السعر؟ حتما. الأسعار حقيقة بداية الأسعار تتراوح بالعملة السورية، وحيث تباع هذه المواسم في أسواق مدينة حماة تتراوح ما بين 8000 ليرة سورية إلى 10000 ليرة سورية، أما في باقي المناطق فتتراوح ما بين 3 إلى 7 دولار أمريكي في باقي المناطق التي يتم التصدير إليها، سواء في مناطق دمشق أو حتى مناطق يعني في مناطق تسيطر عليها المعارضة التي يعني لم يتبقى سوى أعداد قليلة من الشجيرات، وتبلغ ربما أقل من 500 شجرة فقط في المناطق المحررة، والتي يضطر المناطق هنا إدارة المناطق هنا إلى يعني استبدالها عبر استيراد من هذه المناطق. طبعا بالنسبة للأسعار طبعا كما قلت تتراوح ما بين 8 إلى 10000 ليرة سورية في الجملة، طبعا بالباعة في الجملة في هذه المنطقة، ويتم بعدها تحويلها إلى محل الحلويات وإلى التجارة بالتجزئة. طبعا شكرا لك منير الحاجي، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من جسر الشور. شكرا لك منير. مشاهدينا أكيد فاصل وراجع.